تلمع يا أميرة امتال بك كان ليك يوم دليل سيبي قلبك ليا ويشوف دنيا عجيبة دنيا بعيدة وغريبة عالبساط السحر انتي دي دنيا عالم تاني مش معروف ما نحسش فيه بالخوف فيه نشوف الحلم يبقى حقيقة عالم أفلام الكرتون دايماً ليه مكانة خاصة كده في نفوس الأطفال والكبار ما فيهاش شك وفيلم سينج يعتبر واحد من أشهر الأعمال الكرتونية اللي ليها جمهور كبير يمكن لطافة فكرته وخفتها على الشاشة هو اللي جذب الناس ليه وده اللي نجح في تقديمه الكورال الجميل اللي معانا النهاردة من الأطفال على مسرح الأوبرا المصرية بقيادة مخرج وعازف الفرقة دكتور محمد حلمي والحقيقة إن العرض المسرحي لقى استحسان كبير جدا من الجمهور وما بين الفئات العمرية المختلفة وإحنا هو قدامكم عينة أمتعتونا ونورتونا ومساء الورد عليك إيه الجمال ده يا دكتور يا رب يخليك مساء الفل عليكم مساء الفل على حضرتك اهلا وسهلا بيك يا دكتور محمد وبالفريق الجميل ده بنحييكوا على الاغنيه اللي بدانا بيها دي فعلا دويتو جميل ما بين سما وشادي ودكتور محمد مخرج ما شاء الله ومايسترو وعازف ترومبت ومذيع زميل برضو كان بيقدم عز الشباب فاحنا متابعينك طبعا ووش مقلوب بالنسبه لنا شرف اهلا بيك قول لنا بقى فكره الفرقه المسرحيه جات لك ازاي وهل دي كل الفرقه ولا جزء منها اولا بسم الله الرحمن طبعا انا مبسوط جدا جدا انا معاكم برنامج عظيم وليه تاريخ كبير وانا من محبينه ومشاهدينه وكمان من زمان كمان تنورت ليا شرف العظيم ان انا معاكم النهارده انا والمجموعه بتاعتي ثانيا قبل ما ابدا كلامي احب اشكر دار الاوبرا المصريه انها هي اللي كانت السبب الرئيسي في وجود حاجه اسمها البروجكت دوت وجودي النهارده معاكم واحب اهني الاستاذ الدكتور خالد داغر على توليه رئاسه دار الاوبرا المصريه وان شاء الله ربنا يعينه ويبقى حاجه كبيره جدا قد المسؤوليه ان شاء الله واحنا بنشكرهم كمان عشان طلعوا لنا طاقات جميله ربنا يخليك فهي القصه هنا ان انا كنت ايام البرنامج فجات لي منحه كده ان انا اسافر امريكا فقعدت هناك كنت باخد ورك شوب طويل شويه فاستاذي من القاده الاساسيين اللي بيقودوا الموسيقى بتاعه ديزني مايكل مورجان فكان عنده مكتبه كبيره جدا هو بياخد دايما كوبي من المزيكا ويحطها عنده في المكتبه من نوت لموسيقى لاي حاجه فعجبني ان انا اسمع استهوني الموضوع قلت طب ليه ما يحصلش دوت بس مش بالكبار بقى بالصغيرين انا بحب الاطفال جدا جدا يعني
فقلت ان انا هنقي وقت الصغيرين فيه ما بيحسوش مش ما بيحسوش يعني ما بياخدوش حقهم قوي في الحته. فاخترت الكريسماس. كريسماس كل الكبار بيحتفلوا ويعيدوا ويخرجوا ويروحوا، الاطفال لا. فالاطفال كمان هيحتفلوا بس بطريقتهم الخاصه كرتون. فهنا بدات الحكايه، جبت الاغاني وجبت المزيكا بتاعتها وبدات ان انا اوزعها واحط دانسر واحط. فالموضوع بدا باربعه، ريتا وكارولين وكريستين. بعد كده الموضوع كبر شويه فبقى فريق كبير، ففريق كبير دوت بيكبر ويمشي واجيب مكانه اطفال تاني. فده الثالث جينيريشن، دول نصهم وفي نص تاني لسه، بس عشان المكان مش هيسعهم كلهم. فان شاء الله هنعمل حفله تانية وتستضيفونا بقى بينا كلنا ان شاء الله. وطبعا زي ما احنا شايفين كمان فيها عروض باليه كمان. باليه ده بمصاحبه الراقص الباليه الاول دار الاوبرا المصريه احمد يحيى. باليه كلاسيك؟ لا لا، هو كلاسيك على مودرن على كونتمبرري على جاز على بلوز. هو حاطط لي ميكس بين كل حاجه، لان الاولاد بتوعه بالذات مميزين جدا. اللي بيدربوهم هناك عالميين، بيدربوهم على مستوى عالي جدا جدا من التدريبات، بحيث ان هم يبقوا على المسرح تقدري ما تفرقيش بينهم وبين العالميين. دي اكاديميه بريمير لاحمد يحيى. لو عارفين احمد يحيى طبعا. فهو هو وزوجته انيا الجميله هم اللي مدربين كل الدانسرز اللي ورانا. الراقصين اللي شرفونا بره مصر احمد يحيى. أيوة، وكان ليه تجربه تمثيليه كمان رائعه. هو واولاده كمان، ولاده كلهم يا اما شهادات يا اما في فرق عالميه يا اما في دار الاوبرا المصريه. سيدنا هو بياخد ولادي بقى يبدا يخليهم يتحركوا، يبدا يخليهم كمان بيعملوا الشو مع الغنى. فالحكايه كلها بتبقى متكامله. ولادي طبعا. يعني انت بتعتبر ما شاء الله، يعني ربنا يزيده ويبارك. كل دول ولادك. ولادي ده ولادي. حتى الجنريشنز اللي خرجوا 160 مثلا يعني اللي خرجوا واشتغلوا هم مثلا لوحدهم. ولادي عندي فيه خرجوا واشتغلوا، وعندي فيهم قاعدين في اوركسترات عالميه، وفي منهم بيدرس بره في جامعات. طب بتختارهم ازاي؟ فيهم لازم يبقوا ولاده، لازم يبقوا ولادي طبعا. انا بختارهم بالصدفه. بس انت عندك حاجتين في الموضوع، اولا بتعرف انه الطفل ده موهوب او لا ازاي؟ تاني حاجه بتشوف هتوظفه ازاي؟ يعني ممكن مكان هو يبدع فيه قوي ومكان تاني مش قوي، يعني فانت بتعرف هو توظف ازاي؟ انا لو قعدت في مطعم باكل وفجاه في طفل عدى، انا ببدا اركز معاه. ايوه، ربنا خلقنا كلنا واحد، عندنا في المخ ورا كده حاجه اسمها طاقه التمتين. دي حاجات استفدتها لما كنت مذيع، يعني لما كنت بستضيف ناس كتير دكاتره بكلمهم بيقولوا لي ان كل طفل او كل ولد او كل بني ادم عنده طاقه في دماغه هي اللي بتاخده في طريق الهوايه بتاعته. انا حابب كذا، انا حابب كذا، انا حابب كذا. الحاجه اللي هو بيبقى موهوب ومبدع فيها هي دي الحاجه اللي تعود عليها من هو صغير. فانا لو مسكت الطفل عودته على الموسيقى او المنشا اللي هو طالع فيه كده طبعا، فهخلي عنده حته الموهبه دي تطلع ناتشرال عاديه جدا. ليه؟ لان انا اوريدي اتدربته عليها. ما اي حاجه بتيجي بالتدريب بس طبعا. فانا اختياري ليهم زي ما انا قلت لحضرتك، ببقى قاعد فبتابعه هو هيعمل ايه، هيغني، هيرقص، هيعمل حاجه، ببدا ان انا عينك بتلطف. طيب، تعالى كده اسمك ايه، تحب تيجي معايا؟ فبيجي، ببدا ادربه يبدا يغني فبيبدا يطلع معانا. طب انا شايفه ان ما شاء الله في اعمار متفاوته، وده الجيل الثالث، يعني كمان في اجيال كبرت وخرجت. كبرت وخرجت وفي الجامعه واتجوزت، اكيد عايزين نعرف عنهم كلهم. بس الصغنن ده ناس، في عدد اتنين صغننين اصلا وكان مش طايل الميكروفون. يعني دول ولادي ليلي، وده رام ابن الحقيقي، يعني هو رام محمد حلمي. يعني رام واخد على المسرح قوي ومتمكن قوي، بس مش واسطه ولا مجامله، رام موجود فعلا. ده هو اول مره يطلع النهارده، انا نفسي يطلع على المسرح، نفسي يبقى ليه في الموسيقى. ولما يكبر نفسي يبقى دكتور ان شاء الله. ومصطفى اول ما وصل يا جماعه فبقول له هاي، قال لي هاي كاركتر يعني شخصيه. بس عازف ترومبت كمان. عازف ترومبت موهوب جدا ما شاء الله. بتدرس في الكونسيرفاتوري مصطفى؟ بدرس هناك في الكونسير. وحضرتك طبعا زميل في الاكاديميه برضو، كنت يعني خريج اكاديميه الفنون. انا خريج اكاديميه الفنون المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، ودلوقتي استاذ في الاكاديميه طبعا. بدرس، وبرضو ولادي هناك جينيريشنز، برضو بيسلم جينيريشنز. بس ده يخلي عليك مسؤوليه بقى يا دكتور يعني محمد، انك انت ممكن تعمل حاجه بقى من تاليفك كمان، يعني مش لازم الاعمال العالميه اللي الاولاد بيحبوها ومتحمسين لها، بس احنا عايزين حاجات بقى تطلع وتبقى بعد كده هي النوستالجيا وهي اللي الناس بتقلدها. هي تبقى حلوه طبعا. ففي فكره ان انت يعني انت
كومبوزر مثلا ممكن تألف موسيقى؟ ممكن طبعا، هي دي فكرة مش بطالة خالص، أنا نفسي أعملها، بس دايما الجمهور بيبقى عايز ياخد على الناس الاول وبعد كده يقول لهم انا عندي ايه. يعني مثلا انا لو اديتهم حاجه من تاليفي وجيت عملت بيها حفله حتى لو كانت حلوه مش هتلقى، هتبقى حلوه قوي يعني، يعني ربنا يخليك ليه، فمش هتلقى ال 100% استجابه اللي عايشه معاهم في الافلام. هو بيدرس، لكن لو اديتهم الافلام كلها هيبداوا هم بيسمعوها بيتخيلوا في دماغهم المشهد الكرتون، الفيلم والكرتون، فهيحب فهيسقف فهيجي تاني. لكن لما انا اجي فجاه اديله حاجه جديده عليه لازم امهدها له الاول. يعني مثلا اني ابقى عملت حاجه ظهرت تتكرر 2 3 4 حافظها خد عليه يجي يسمعها انا عارفها فهحبها فهسقف لها. طب احنا لسه هنسال كتير وإيمان وانا بس احنا عاوزين ما تدينا حاجه عايزين نسمع. اوكي يلا بينا نسمع ايه؟ وهنسمع عزف منك كمان يعني نسمعه هما بقى مبسوط اكتر نسمعه ونسمع عزف الترومبت. يلا بينا نمبر 2 مش عارف تغمض عليك وتسمعهم وتعيش ولا تفتح عشان تشوف الجمال. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. إيمان عندك سؤال. انا لاحظت ان كل حد فيهم، انا عماله ابص على لغه الجسد، كل طفل فيهم كل حد فيهم، ان في ناس كبار ورجاله، ليه كاركتر مختلف، ليه هويه مختلفه، ليه شخصيه مختلفه خالص، ليه دماغ مختلفه. هل ده بيساعدك في اللي انت عايز تعمله ولا ساعات بيعطلنا شويه؟ ده ساعدني ان انا اعمل عرض سينج كانت مجرد اغاني من حفله. أوكي. فقررت ان انا الحفله الاخيره بتاعت الكريسماس اللي فاتت ان اعمل الفيلمين الجزئين بما ان هما كاركترات مختلفه بيقوموا بيها انيمالز بس باصوات حقيقيه، اصوات مطربين كبار واصوات حلوه. فده اللي ساعدني ان انا اختارهم كلهم يكونوا مختلفين عن بعض. فكان كل واحد بيعمل كاركتر جوه الفيلم.
مختلف بالظبط. طبعا دي كانت اداء هنا وسامه. هنا وسامه بالظبط. وهما في حد بيدربهم فوكاليز يعني؟ فوكاليز انا بدرب فوكاليز، بدربهم فوكاليز، وعندي طبعا مساعدين، عندي صديقي نادر بيدربهم فوكاليز، وطبعا الاستاذه الجميله هاله هي كانت السبب في ان انا عرفت مجموعه كبيره جدا منهم، استاذه غنى واستاذ موسيقى لك أصوات رائعه جدا. قدمت لي اصوات لان انا استعنت بيها في حاجات كمان كتيره قوي، زائد ان بنتها كمان مطربه رهيبه. دي كانت الجينيريشن بقى اللي فات على طول. اللي فات دلوقتي سافرت دبي وبقت في حته ثانيه خالص يعني. قعدت معايا 4-5 سنين كانت بتوقف المسرح رهيبه. انا يمكن لو معايا فيديوهات ممكن تتفرجوا عليها، حكايات حاجه جميله جدا. ف كانت ميس هاله وعندي مستر نادر وعندي احنا بنمرن فوكاليز. بس الاهم من ده كله الصراحه اللي انا اكني ليهم كل الشكر والحب والعرفان وكل حاجه، كل معنى الجمال اللي في الدنيا من كلمات البيرنتس. طبعا انا شايفاهم واقفين من بدري هنا والامهات بالذات. والله نجاح العيال دي في قدام الكاميرا او قدام الناس في المسرح يرجع للام، ايمانها بابنها وبنتها ومتابعتها في انها تدربها. مش هقول انا بدرب، تديها ثقه في انا نفسها. مجرد وجودي ان انا عشان ده لما يجي يطلع عن اللين بتاعه، لا تعالى اللين بتاعك هنا، لا 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 تعالى، هو ده المدرس. مدرس مش بيدي للموهبه للولد، لا هو بس يؤمن بالولد ويشجعه ويتعب معاه. بيليدهم. على فكره الامهات دي بتكسفنا بصراحه. صحيح. يعني انا كهبه بتكسف ان انا ما بعملش المجهود اللي بشوفه من امهات الاطفال اللي بيطلعوا في الاخر مبدعين وموهوبين في مجالات مختلفه. بس الام هي اول الموهبة، مش انا، هي اللي بتكتشف الموهبه في البيت وهي اللي بتنمي بالزبط. ده او بتقفله. عشان كده هي البطله في الحكايه كلها. في واحده تقول له بقى خليك في مذاكرتك، لا انت تعالى هنا، انا مش عايزاك تجيب الفول مارك، بس انت موهوب. برافو. طيب فده جزء كبير ان انا اديهم الاغنيه بيروحوا البيت يقولوا لي تاني مره عارفينها، يلا بقى تعالى نظبطها ميوزيكيا يعني بشكل ميوزيكي كده موسيقيا بقى ونفتح هنا بقنا ونغني كده، ناخد نفس هنا ايموشنز عشان الكلمه مع الصوت توصل للي بيسمعها في الحبه، تعبير الاداء كل حاجه. دكتور حلمي مسرح، انت كلك طاقه ايجابيه بسم الله ما شاء الله، وده اعتقد من اهم اسباب النجاح لاي فريق. ربنا يخليك. هم عايزين طبعا نسال هنا ونسال كل ومصطفى والحلوين كلهم اللي معانا، وانا عايزه اسمع برضو وعايزه اسال. يلا بينا يلا بينا. وعايز اعرف كمان منك اصعب المواقف، اكيد في مواقف وطرائف وغرائب حصلت، وعياط وصريخ وحضن ونوم، حاجات كتير قوي جميله. بس وده الحلاوه، ده اللي بيخليها وي هاف ميموريز. اي حقيقيه بالظبط. سمعنا ايه؟ مين اللي جاي؟ فري فين؟ مين؟ يلا بينا جاهزه. دي توي ستوري بقى، اغنيه توي ستوري. توي ستوري جميله، فيها عزف وفيها كل حاجه اللي فاتت. الجميله والوحشه، جميله والوحشه. دلوقتي دي حكايه لعبه. اوكي. اوعى يكون معانا حاجه اللاين كينج معانا. اهو طبعا لازم عايط كل الكرتون اللي بيلعبوها. يلا جاهزين؟ صادي اللي بحق وحقي، قلبي صافي رفيق لو مرة تهت بطريق عشق ورباطي، صدقني ما يشيل هم غير صادي. أيوة أنا صادي، أيوة صديق، أيوة أنا صديق، عندك مشاكل أنا عندي كمان، مفيش حاجة مقدرش أعملها لك، أنا قلبي وياك لأنك صاحبي الوحيد وأنا صديق. أيوة أنا صديق، some other folks might be a little bit smart than I am, bigger and stronger too, maybe, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You've got a friend in me.
got a friend in me. You've got a friend in me. Woohoo! La la la. Everyone, خلود. خلود مالك. برافو عليكم طبعا. حلاوه دي. ده كان مصطفى وكانت ليلو. انا بحب اقول لها ليلى. اه ليلي مصطفى وليلي. طيب انا عايزه البنات الامارات زي الشربات هنا وسما. عايزه اعرف يا هنا انت شايفه نفسك فين؟ عاوزه تعملي ايه؟ انت ده مش هقول بدايه مشوار، انت قطعتي شوط حلو. عايزه تروحي فين؟ عايزه تعملي ايه؟ يعني انا حلمي طول عمري وانا صغيره ان انا اغني. اكتر حاجه بحب اعملها. انت اكتشفتي ازاي ان صوتك حلو؟ يعني في المدرسه كنا بنغني في الكواير. مين شجعك؟ مامتي. وعايزه تروحي فين؟ والله نفسي اعمل اغاني لنفسي وابقى انا. عربي ولا انجليزي هنا؟ دلوقتي الاثنين. الاول كنت انجلش بس دلوقتي بقيت الاثنين. ارجوكي لان صوتك رائع. وبتدرسي ايه؟ انا درست انترناشونال بزنس. والله شكلك في المدرسه يعني شكلك في المدرسه. والله لا درست يعني انا خلصت ما شاء الله ما شاء الله. لا فعلا شكلك بيبي فيس. بيبي فيس ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كده انت في الاوبرا بتدرسوا الميوزك عادي يعني مش محتاجه يعني ما شاء الله موهوبين. هتقدم لنا ايه يا مستر؟ مين اللي جاي؟ هير وي جو. هنا في فنانه صغننه وكلهم فنانين طبعا موجود بس في استعراض دي فظيعه. وهنا في مايسترو مايغنن وهنا الكول بقى يعني مصطفى الكول اللي هو انا ده مسميه الفيس بريسلي يعني هو نفس الطريقه هنا بتاع ستايل البنك بتاعه. اي لاف ات. خوخه بقى دي الحلاوه كلها الدلع كله بتاع الباند كله الدلع. ومالك بقى ذا جنتلمان نبذه كده حلوه عن جنتلمان اوف ذا كواير. واو مالك. ودندن دندن دي بقى دي حبيبه قلبي دي معايا من واحنا بيبي خالص بس انا هنتكلم فيها بعد ما نغني عشان دي عايزه نورانا. عايزه كلام لوحدها منورانا. القمر ده جاهزين يا ولاد؟ مش انا المايسترو طبعا كذا مع الدكتور. انا عشت عشت حياتي كلها ابحث عن قلبي اهو تاثير الحفل او الشوكليت فونديو ومعي وجدت القلب كم من احساس شيء اشعر بي مثل النار الحب هو But with exclamation, you were just meant to be. Say goodbye, say goodbye to the pain of the past. We don't have to feel it anymore. Love is an open door. يا عيني على اللي
محدش عنده فكرة وعنف الحب دي الكارثة واخرتنا احنا الاتنين هايمين في شوق وحنين وكلامهم بقى بالعين والجو الرومانتيكي خلى ساعتين حب دقيقتين يلا نعيش الحب الليلة وصل ودلال وغزل الدنيا في عينيا حلوة وجميلة وأحلى شيء فيها الأمل يلا نعيش الحب الليلة وصل ودلال سر الماضي لو اكشفه لا هتسيبني وتكرهني بداري ايه وسكت والقلب احتر معاه بصيت عيني في لحظة شاف الملك اللي انا عارفاه اختراع بيحصل حقيقي حلاوه بس بتعمل ايه هو ما يصنع ما يصنع على فكره الفس هو شغال هو مشروع مايسترو حقيقي طيب انا عايزه اسال بس سما زي ما سالت هنا شايفه نفسك فين عاوزه تعملي ايه هو انا دلوقتي مركزه في الدراسه يعني عايزه اعمل حاجه في البيزنس كبيره بتدرسي ايه بيزنس هاي وكمان عايزه برضو الغنى يبقى سايد كده اللي هو يعني تيجي حاجه اعملها يعني افضل برضو مركزه فيها عشان انا بجد بحب الموضوع قوي وفي نفس الوقت اشتغل يعني كده الاثنين انت عايزه تعملي توازن ما بين شغلك في البيزنس والغنى طب عندك تصور للبيزنس بتاعك هيبقى عباره عن ايه لسه مش عارفه قوي بس عايزه اعمل حاجه ليا يعني عقلانيه يبقى انتاج فني على فكره قوي يبقى قوه ناعمه قوي انتاج فني هذا احبه وهذا اريده فهنظبط برافو عليك طيب احنا عايزين نسال وعايزين نسمع نسمع تاني يلا نسمع يلا طبعا طبعا يا ريت يلا بينا نكست يلا اللي بعده shine
برافو برافو please don't take my sunshines away يعني. برافو والله عليكم دكتور محمد. اكيد مع تفاوت الاعمار وفي احجام صغننه كده اكيد بيحصل لك مواقف في الكواليس ساعه العرض المسرحي او موقف غريب حصل لك حد مش جاي المواقف والطرائف والغرائب يعني كتير طبعا يعني عندي في عياط كتير بيحصل عياط في ديسابوينتد كتير بيحصل فيه مش قادر يعزف في زعيق بس زعيق جميل ناتشرال كده فبضطر ان انا اسيبه لما يخلص خالص يفرغها خالص يبدا تاني بشكل في ده انا عندي مشكله انا بلع في نفسيتهم جدا ايوه انا بلع في نفسيتهم ممكن تقبل ناس كبيره يعني قال لنا ايه بس الفقره بتاعت ان هو يعني العلاج دي بس انا عندي في حد في الفاصل قال لو في فاصل بيقولوا لي ما نرجع بس عشان قاعدين على حجر كلهم بيحبوك جدا هو انا عندي شخص كده دايما انا اثق فيه صراحه وهو بسببه اللي بعد المادرز على طول بعد الماميز هي السبب في هذا النجاح وهي نرمين سمير. نرمين سمير الصراحه هي اللي بتتابع معايا بالحقيقه اللي بتطول الوقت اي حد حس بحاجه بتجري عليه وتقلبه للشكل الثاني يعني قبل الحفلات بنبقى نيرفس طول الوقت فانا ببقى نيرفس يعني عشان عايزه يحفظ عايز يبقى كويس على المسرح كله في صالحه هو عامل زي المادر او البابا كده لما بيزعق في الولد هو مش بيكرهه وعايز يبقى احسن حاجه في الدنيا أحسن فعشان كده هو عايز يخليه شويه نرمين وعاوزين رقم تليفونها نرمين برضه نرمين بتدلع الجميع كده وبتاخد بالها ان هي تليفونها بتدلعهم جدا وهي اللي بتنظم لنا الدنيا هي الاداريه رهيبه ورائعه جدا جدا وهي سبب نجاح الحفله ونجاح ان انا اكون معاكم النهارده يعني هتسمعنا ايه دلوقتي؟ انا اللي اعزف يعني؟ قصدي يعني هم يلا بينا طبعا هتختار لنا حاجه يلا بينا نكست نكست Let's face the music and dance Here we go There may be trouble ahead But while there's moonlight and music and love and romance Trace the music and dance Before the fiddlers have left Before they ask us to ان هو اسمه إلفس تصدقوني إلفس ايه هو اسمه مالك إلفس مالك دلوقتي خلاص
يعني بحيي اللي دربوه، بيقول حاجات صعبه بالظبط، دي اغنيه صعبه، دي اغنيه صعبه جدا، وينزل بصوته في القرار فوق والتوناليتي، تحس ان التيونينج مظبوط، حد كبير ويغني يعني. واو يعني بالظبط. برافو يا مالك، بنحييك. برافو يا مالك، ثانك يو. ورا يا مالك على فكره، مالك ورا لفت نظرنا من اول الحلقه لانه عمال يعمل كده طول الوقت حتى في الفاضي يعني. انا بس يعني عايزين ما ننساش نسال شادي، يلا بينا. نفس السؤال شادي، شايف نفسك فين؟ عايز تعمل ايه؟ شايف نفسي فين؟ شايف نفسي دكتور، دكتور ميوزك. دكتور ميوزك، واو. يلا. زي دكتور خالد كده يعني. زي دكتور حلمي. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب هو بما ان الوقت بيجري وانا مش عارفه ليه الاوقات الحلوه بتجري بسرعه كالعاده، فعاوزين نسمع دينا ونسمع منها ونسمع عنها وفيروز بقى والحاجات العربية. دينا قابلتها وهي في عمر الزهور، تقدري بقى تحكي عن نفسك يا دينا الاول؟ وهي ما زالت في عمر الزهور. زهره جميله. خلاص جميله. من كم سنه دخلتي الفرقه يا دينا؟ انا بعزف ترومبت من 2009. ما شاء الله. انا في من جمعيه النور والامل يعني. بنحييكي وبنحيي الدكتور ان هو كمان عمل كده. جمعيه النور والامل الصراحه جمعيه مهمه جدا جدا، انها بترعى الكفيفات بشكل رائع وعازفات كمان مهيرة. وعازفات عندهم اجيال من العازفين والمغنيين والاطفال. صحيح. وكل حاجه. فانا اتعرفت عليها هناك. كملي يا دينا. هو انا اصلا كنت في الاول بعزف كمانجا، كنتش بعزف ترومبت، كنتش اعرفها اصلا خالص. وما يعني بصراحه قدام دكتور محمد انا كنت عايزه ترومبت وهو عارف ده. صراحه يعني انا كنت من الناس اللي هو انا مش عاوزه، انا من الناس اللي عيطوا يعني. ترومبت صعبه وعايزه نفس. هي موهبتها عاليه قوي، وانا عايز موهبه العاليه علشان بحب اشتغل مع ده. بحس ان انا طول الوقت في مباراه. ان انا اطلع من العجينه الحلوه دي حاجه ممكن تاخدها بتعزف فايلن. فهي مش عايزه، بس انا عايزه لغايه لما حبت الترومبت في الاخر وبقت عازفه مهمه جدا. انت بخبرتك خدتها في المكان اللي يبرز موهبتها. صح. ومن خلال انا لحبيبي دلوقتي هنعرف بقى الموهبه اللي انت كان عندك حق فيها وتمتعنا كلنا. يلا بينا. يلا يا دندن. اتفضل. انا لحبيبي وحبيبي ايه يا
ربي ايدي. على فكره بتقولها بطريقتها وليها عرب خاصه يعني. أيوة. يعني اكتشاف ده صوت بقى يا دندون فوق العزف يعني فوق الترومبت والفايولين وصوت جميل. هو الحمد لله طبعا ما شاء الله الحمد لله. نسمع ايه بقى؟ عارفه الله رائعه بقى الدكتور عمر خيرت يعني بنحييه وعلي الحجار. طبعا طبعا مش عارف نستمتع بقى. عارف ليه بتونس بي؟ يلا هنستمتع بقى. بنشكرك. انت كمان صوتك حلو قوي خدتي بالك؟ وأداءه وكل حاجه وحضوره. قبل ما نطلع بالغناء اولا انتوا عايزين نشكركم جميعا كل الفريق الجميل المبدعين الموجودين. برافو برافو برافو. ونحيي بقيتكم اللي ما كانوش معانا النهارده من سوء حظنا وان شاء الله يكونوا معانا مره ثانيه. انتوا كلكم رائعين. إلفس انت رائع. بيحيي الكاميرا. وعشان هنختم على صوتكم الحلو ما تطلع كده وبعدين يخش وراك. انا حابب ان احنا نختم بالاغنيه خلص. الاخيره اللي هي بتاعت ال اهواء زي الهوا دكتور عمر خيرت طبعا. اوكي كان نفسي طبعا نسمع سهر الليالي. كان وانا كان نفسي اسمع عارفه جدا يعني. هنا بتغني حلو قوي وفيها حاجه حلوه كانت معانا برده سما. طيب بس يعني نحاول نعوضها تاني علشان ما يزعلوا خالص ما يغنوش. يلا كله حلو. ممكن ناخد زي الهواء علشان بتجمع والمره الجايه هنسمع الباقي بليز. ان شاء الله ان شاء الله. اشكركم. يلا ار ريدي؟ يس يس. مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك. عارفة حاسس اني الاول مرة بشوفك واني بشوفك من اول لحظة في عمري. حاسس اني الاول مرة بشوفك واني بشوفك من اول لحظة في عمري. حاسس اني يا ما بتشرف بفوقك. حاسس اني يا غلابة بتشرف بفوقك وانك شجرة وطلة ومية بتجري. مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي كأنك أمي. مش عارف عارفة فرحة كبيرة وصوت مزيكا فقالي وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. فرحة كبيرة وصوت مزيكا فقالي وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. ليه فجأة بقت مستني لوحدي بدي اتكلم واحكي لك واشكي لك هم. مش عارف ليه مش عارف ليه متونس كأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه وأنا وياكي بحس الدنيا دنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا
نقطة أحزان، وأنا وياكي بحس الدنيا يا سلام وأمان، وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان. إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير، إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير، وبحس إن أنا كنت لوحدي هنا والكون بستان، مش عارف ليه بتوني بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي، مش عارف ليه. واو أسعدتونا وأبهجتونا، وأنتوا كنتوا أحلى هدية عيد حب لينا ولكل جمهور برنامج ستات معكوش يكذبوا، ومتوقعين منكم بإذن الله نجاحات وإنجازات يعني تبقى مش بس على مستوى العربي والمحلي، على مستوى العالمي إن شاء الله. أنت ما شاء الله مبهج. ميرسي دكتور، وميرسي شادي طبعا اللي غنى، عارفة حقيقي كلكم والله أحسن كلكم، شرف كبير طبعا، وهنا وسما وكل الأمراء. أنا نمشي بس بالأسماءهم بسرعة، يلا مصطفى عازف ترومبت والمطرب، ألفس اللي هو مالك طبعا، ليلي تعال يا ليلي طلع، وخلود واقفة طبعا هي تمام بتاخد بالها من رام يا حبيبتي رام مالك الجنتلمان وشادي، ومعانا ليلي تانية هي، ومعانا سما، وهنا الجميلة برنسس بتاعت المجموعة كلها، معانا عمر، ومعانا كمان ليلي اللي أنا دايما أقول لها هي ليلى طبعا، هختم ودندونة الحلوة دي دينا حبيبة قلبي يعني بنتي الجميلة الكبيرة. أجمل من كده يعني ما شفتش الحقيقة، كلهم منتهى الجمال، بالتوفيق وبالنجاح، وتسلم على مجيتكم الحلوة دي عندنا. شرف لينا عظيم، شرف لينا عظيم يا فندم، شكر بيك. فاصل سريع، كان نفسي يعني نكمل أكتر من كده، بس هنكمل معاكم إن شاء الله بقى حلاوة وختام برنامجنا النهاردة مع ملك المطبخ الشيف محمود سعد، وأحلى أكل للفالنتاينز وعيد الحب، وهابي فالنتاينز داي كلكم جميعاً.